أعزائي المشاهدين من جبل التطويبات، أنا بشكر الله من أجل كل واحد بشاهد هذه الحلقات. وهي بداية التطويبات كانت اليوم اللي ابتدى فيها يسوع، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات. بصلي من كل قلبي أنك استفدت وتباركت من خلال هذا التعليم. وطبعاً المسيح دايماً كان يهاجم المنافقين والمرائين، يعني اللي إلهم صورة التقوى لكن منكرون قوتها، اللي بيعتادوا بالذات أو محبة الذات، واللي عندهم كبرياء لكن يخلوا إلى النية والقلب الصادق والدافع الصحيح. فابتدى يكلم بهذا الموضوع، طوبى للمساكين بالروح. هذا هو غرض المسيح لكل واحد، الشخص اللي بيشعر بحاجة ملحة إلى الرب، اللي بيعلن إفلاسه الكامل، الإفلاس الروحي، أنه بدون الرب لا يستطيع أن يفعل شيء. هذا هو التواضع وهذا هو الانسحاق والانكسار في نفس الوقت. بصلي أن هذا التعليم كان سبب بركة لحياتك. على فكرة بحب أسمع منك، اتواصل معنا.